مدام فاتن انت والدة محمد انور حافظ اللي هو كان تشد نهار السبت اللي فات على خلفيه سمعنا انه يسمع في غنيه البوليسيه كلاب في هيك سيارته وشدوه. دونك كان تحكي لنا شويه على محمد انور وعلى كي قابلته خاصه معناتها كيف جيت قابلته بعد ما توقف في الحبس كيفاش لقيته شنو هي الظروف اللي لقيته فيها شنو احكي لك بالضبط. محمد انور طفل عاقل ياسر باهي برشا يحب بلاده متغرب في سويسرا متزوج نظيف ولدي يسخف دخل كارثه ولات لنا كارثه في الدار مرضنا مشينا للسبيطارات مرضنا راه ولدي بنظيف راه يحب بلاده ما عنده حتى مشكله مع الاعوان يا رسول الله مشي هبط مشي باش يشري لمجه يحب كسكروتات تونس مشي مشتي استغفر الله يا ربي والله مشي باش يفطر وقفوه البوليسيه طول بداو يضربوا فيه ويهينوا فيه لفقوه له الكل ملفقه القضيه الكل ملفقه حتى استغفر الله يا ربي والله العظيم استغفر الله يا ربي ظلم والله الظلم مظلوم ولدي سخف كيفاش طفل نظيف عمره الكل نظيف عمره الكل نظيف توا بعد الثوره في بينا كان في الاستبداد فما الظلم توا بعد الثوره في بينا تهنينا في بينا يدخل الحبس يا رسول الله علاش يسخف حالته حليله والله حالته علينا يقص القلب مشيت له يقص القلب قال لي يا امي راقدين في القاعه راقدين في القاعه يا رسول الله عليه ولدي نظيف عليه ما عادش باش نعيش في تونس انا بدي باش نهاجر من الظلم دام ولدي دخل ظلم للسجن انا ما عادش قاعده لا انا لا ولادي انا وراجلي وولادي باش نهاجروا ما عاد حتى من جنسيتنا ما نبدلوها هكاها وعلى خاطر ولدي دخل ظلم يا رسول الله راه ظلم والله العزيز ظلم ولدي دخل يا رسول الله قلت شوفوا كيفاش يسخف العابس ملعق والله يسخف ياسر راه وقال لك راقد على القاع وجهه اخضر عمري ما ريت ولدي في الهيئه هذيك وجهه اخضر عينيه محوقه شوكته مكسره جاي فرحان اللي هو خدم اللي هو عمل كرهبة اللي هو بفلوس وجاي فرحان عليه يا رسول الله البوليسيه يشدوه يقول له احلى من 8 ل 11 نتاع الليل واقفين وانت جاي تفشلم علينا تسخر روحك خاطر كنت في سويسرا تفشلم علينا بكرهبتك يقول له يا سيدي فاش غلط كان غلط سامحني قال البوليسيه يقول له بوليسيه كلابه قالوا شنو على شنو قالوا تسمع بوليسيه كلابه قالوا انا ما في باليس سيدي ما نعرفهاش قالوا قال لي راني ما نعرفهاش قالوا هكاك حب التلاع عطاه لي صاحبي باش نسمعها حكيتها صدفه هما سمعوه متعدي حذا غروبمون دو بوليس سمعوها هما اللي قاتلين الارواح مسيبين المجرمة مسيبين وولدي خطر سمع وحب التلاع هو ما يحبش الغاب اما سمع غناية ماهيش معناها ممنوعة ماهيش ممنوعة لو كان جات ممنوعة ما يشريهاش ولدي يطبق القانون وما عنده حتى مشكلة مع الامر راهو لا ولا جاي يشكر فيهم كيفاش استقبلوه في البط وكيفاش استقبلوه في الطيارة مع اون بلوس عيطت الكل في الامن انا بيدي معناها زميلتهم انا بيدي زميلتهم يا رسول الله خوالو عائلة كاملة في الامن. استاذة وديع باشا انت تكفلت بالملف نتاع محمد انور كان نحكي اكثر على التفاصيل القانونية مش حضرت في الملف نتاعك اللي عرضه معناتها قدام القاضي نهار المحكمة وتفاصيل نتاع عملية الإيقاف في حد ذاتها كيفاش تقيمها انت قانونيا. كان تحب نرجعوا للواقع بكل اقتضاب معناها كيفاش هو انور كان متعدي من ساحة باردو ليلة اعتصام اللي كان نهار 24 اوت في الليل من ساعة ونص معناها ساحة كانت مليانة بالناس وفيها اعتصام وربما حركة المرور كانت بطيئة على ذلك كي مر قدام السيارة وكان حاطط سي دي في معناها صوت مش مرتفع جدا صوت عادي في سي دي يمكن شوية محلولة دنيا سخونة والكراهب في جرة بعضها يبدو انه اعوان الامن سمعوا الاغنية هذيك خارجة من السيارة فاستفزهم الامر المناوب في كل حالات حسب ما حكى لي الشاهد وما انتبهش انه العوين معناها استفزتهم الاغنيه ولا قدم بالسياره تجاوز المفترق نتاع باردو فما مطعم وقف بوقف السياره وارسى سياره وباش يمشي للمطعم هذايا هو مازال ما هبطش من الكهرباء والاعوان لحقوا به
وخرجوا، هو خرجوه من الباب بالضرب والعنف، والشاهد اللي بجنبه خرجوه من الشباك معناها، وطول طلعوه في الكهرباء نتاع سياره الشرطه، واعتدوا عليهم بالعنف الشديد واقتادوهم للمركز الامن. تواصل العنف هذاك وخذوا اقوال المناوب، خذوا اقوال الشاهد تحت العنف، اقوال الشاهد حسب ما يقول هو وابارامون معناها باش يهبط كيف كيف على الانترنت وحاضر الشهادة امام المحكمه زاده، عطى قالوا اقوالهم في بالوش صحح على محضر ما يعرفش فحواه. كي وريناه المحضر وطلع عليه تفاجأ، قال انا هذا ما قلتوش الكلام، وهاي الحقيقه الوقائع كيف كيفاش صارت، معناها انا تو منوب مازلت ما زرتوش في السجن، معناها الوقائع خذيتها من عند الشاهد. دونك هما عملوا محضر ماهوش معناها محضر ملفق في المحضر، حطوا اللي المنوب كان في سيارته وكيقرب للدوريه نتاع الامن كانوا واقفين، على في الصوت وانه كان يغني معاهم وانه هرب، كي راه دوريه الشرطه هرب، كان في حاله فرار، ضرب سياره اخرى سياره تاكسي، وانهم لاحقوه وشدوه بعد ملاحقه، وانه هي معناها المساله كان المناوب كان خالي فيها. قطع النظر على هذا الكل اليوم معناها قانونيا مش نص قانوني يتحدث على الاستماع الى ما فماش الاستماع، وهي السياره هي مكان خاص كيما الدار كيما معناها انسان يسمع حاجه يتفرج في حاجه، ما الاعوان الامن ما عندهمش الحق يطلعوا عليه الا باذن معناها باش يدخل في وسط السياره ويشوف فاش يسمع ولا فاش يقرا ولا يعني فش. الاحاله كانت حسب اما نص قانوني، الاحاله كانت ما كانتش قانونيه، هو النص القانوني موجود، فهو التهمه هي هضم جانب موظف عمومي عند أدائه لواجبه بالقول وبالإشارة. الإشارة هي قالوا إشارة غير أخلاقية باليد، هذه حاجة نفاها تمام. المناوب حتى تحت الضرب والتهديد ما اعترفش، ما اعترف، ما قال إلا الحقيقة، قال أنا كنت نسمع في سدي هذايا نتاع ولد الكنز اللي هو معناه معروف صارت عليه شوشرة، قال ما مانيش عاطي أهمية ومانيش ما لم أتعمد استفزاز عوان الأمن، لم معناه نفي تماما. وفي الشرطة وفي المحكمة قعد لذيك الحقيقة، قال لهم تعمدتش استفزازهم وأنا كنت على حسن نية، معناه هذا وهو متفاجئ، هو لحد ما يعرفش علاش، حتى كي مشاو للمركز ما يعرفوش على شنو موقوفين، ما يعرفوش على شنو توقفوا، معناه الى باهت شنو جريمته شنو تهمته شنو معناه قانونيا اركان الجريمه هذه ما توفرش بالكل، لا فيها الركن القصدي اللي هو قصد استفزازهم ولا قصد التعدي عليهم، هذا انسان يسمع في غنيه اللي يقولوا تعدي ولا هضم جانب، انسان معناها يقصد يتعمد، هذه الحاجه ماهيش موجوده. الركن المادي بيدو نتاع الجريمه الفعل، معناها لازم يكون فما فعل اجرامي، الفعل الاجرامي كل ما قام به المناوب هو انه يستمع الى اغنيه، ما صدر منه حتى فعل، معناها لازم يكون فما فعل ايجابي، معناها فما تحرك. شنو معناها هضم جانب؟ راه في الجلسه اللي فيها المناوب تحال كان فما متهم صدم على دوريه نتاع امن بسكين، وشوف المصادفات الغريبه، المتهم هذاك افرج عنه في الجلسه، افرج عنه معناها داهم دوريه نتاع امن بسكين واعترف وافرج عنه، والمناوب اللي ينفي قراني نسمع لم يصدر منه اي فعل ايجابي يمثل ركن مادي لجريمه الاعتداء على معناها موقوف الى حد الان. عندما رفض مطلب الافراج واصدر في حقه بطاقه ايداع انا كمحاميه صدمت، خاصه وانه الملف كما ملفات في عهد بن علي متعودين بيهم تاع تلفيق التهم والملفات البوليسيه اللي الشهود الكل اللي المتضرر بوليس والشاهد بوليس والمحضر عملوا البوليس، معناه هما الخصم وهما الحكم وهما يحيلوا هما، هذايا دوسيات نتاع بن علي معروفه، اي قاضي اي محامي حتى معناها مش متمرس يفهمها. كنا نتمنوا انصافه، ما راعني الا ما انه ما قعدش انصافه، هذه حاجه صدمتني وخوفتني، خوف انا نرجعوا القضايا قبل، قضايا قبل والتلفيقات نتاع قبل، ومعناها هذه اللي تفجعنا خاصه بعد الثوره، ما نحبوش شباب تونسي يتهان، ما نحبوش مواطن تونسي يدخل في السجن بناء على تهم باطله، نحبوا امن جمهوري قضاء نزيه ومازال عنا الامل.